صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 810 من كورس سي شارب دي بي اكزامبل سبورت. دلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل حاجة جديدة، وهي عرض الشاشات المفتوحة. هو بص، مش البرنامج بتاعك ده هيبقى في شاشات كتير؟ اول واحدة صممناها المين دي الاصلية، وممكن تفتح كذا شاشة مع بعض، صح؟ طيب عايزين نعمل في جزء هنا او شاشة نزوده مثلا في اللغة والاعدادات، واخد بالك؟ هنا ايه، نعمل عرض الشاشات المفتوحة. عرض الشاشات الايه المفتوحة، على اساس ان الشاشات المفتوحة دي تعتبر من البرنامج، فعلشان كده هدخلها في الاعدادات. تمام، بدل ما ازود تابة جديدة اسميها مثلا احصائيات البرنامج وتبقى زيادة، يعني فاهمني؟ واللغة والاعدادات جواها عرض الشاشات المفتوحة. تمام، نيجي هنا كده نزود واحدة، ناخد من دي مثلا كوبي، ومن اللي جنبها ناخدهم كنترول سي، ونقف هنا كده ونعمل كنترول في، خد بالك، وهنا هنكتب فيها عرض الشاشات المفتوحة. تمام، ونشوف لها ايكون حلوة كده. خلاص انا اخترت لكم هنا ايكون، دي حلوة بس مش بي ان جي، شفتها؟ اختار دي كده، كليك يمين، وادي ايه، سيف ايمج از على الديسكتوب، بنسميها ايه، اوبن فورمز. تمام، بص معايا لو لقيت حاجه احسن، خد بالك هي دي احلى اللي فوق، بس زي ما قلت لك نوت بي ان جي او مش شفافه يعني، خد بالك. هو انا كتبت اوبن، لان كتبت قبل كده اوبن فورم ما جابتليش حاجه معتبره يعني. ما علينا، هي دي كويسه زي الفل. خلاص تعالى نغير الحجم بتاعها اهو، سيلكت ايمج، خدها وادي كونفرت، واقفل البرنامج. خلاص ادي الصوره اللي احنا عايزينها. خلاص ونختارها من هنا، هي صوره واحده خلاص، فمش هتاخد مشكله يعني. امبورت من على الديسكتوب نيو ايمجز، اهي هي نفس الصورة دي، ودي ايه، اوكي تمام. ادي اللغة والاعدادات، عرض
الشاشات المفتوحة هنسميها هنا تي اس، بي تي ان شو اوبن فورمز، شو اوبن ايه فورمز. اوضحها لكم بقى، بص انت دلوقتي فتحت البرنامج خلاص ورحت دايس على تعريف الصنف، راح يفتح لك شاشة واخد بالك، وبعد ما عرفت الصنف رحت رايح على تعريف عميل، راح يفتح لك الشاشة. بعد كده رحت رايح على بيع، رحت عامل فاتورة بيع، راح يفتح لك الشاشة. كل الشاشات دي مفتوحة، ممكن تكون انت عامل لها ماكسمايز، ممكن تكون شاشات متفرقة في البرنامج الى اخره، تمام. طيب انت عايز تعرف بقى الشاشات المفتوحة، عايز تعرف ايه الشاشات المفتوحة تعرفها ازاي؟ هي دي بقى، وصلت معاك الفكرة؟ هي دي الشاشات الايه المفتوحة. لما انت تكون فاتح شاشات كتير، وفتحت مصروف وسجلت مصروف وفتح الارباح وفتح تقارير وفتح كذا وفتح كذا وعامل كذا، كل الشاشات دي جوه الشاشة الرئيسية. تيجي انت عايز تعرف، تروح رايح على اللغة والاعدادات، لما ان شاء الله بعد كده يعني هتدوس على عرض الشاشات المفتوحة، هتروح فاتح لك شاشة تعرض لك فيها كل الشاشات المفتوحة في البرنامج بتاعك فيما بعد ان شاء الله بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.